السلام عليكم، صافاش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى هذا الفيديو هذا يلقاكم على خير وبخير وتكونوا فرحانين وبصحه جيده ان شاء الله. الفيديو ديال اليوم كما شفتوا بدا قبيله حطيت لكم واحد الفيديو، شكرا لكم البنات اللي صححتوا لي قلتوا لي سهام ماشي امتحنات، شكرا لكم. دي فوا كنخرجوا شي مصطلحات هكاك خطا، دي فوا كنضربوا وشي مرات كنكون شي مصطلحات ما عرفتهمش وقلتهم خطا، شكرا لكم وشكرا البنات اللي صححوا لي، الله يحليكم ليا. دونك الفيديو ديال اليوم كما شفتوا عند سعاد غادي نشرح لكم علاش الناس اللي قالوا سعاد ان امها ملي طاحت مشات لعندها وعلاش ما مشاتش، وسعاد بقات في اكادير مفوجه وكتفوج وكدوز في الوقت وزعما سامحه في امها. المهم غنهضروا على هذا الشيء هذا. قبل ما نبداو بغيت نقول لكم قبل ما تنساو لي اللايكات والبارطاج، ولا كنتي مازال ما تابونيتيش اشنو كتسناي؟ ضغطي على تابوناي وضغطي على جير على على الجرس زر زر كنت نقول ليه جر عاوتاني وفتحوا لي الحبابات. المهم قبلوا من اختكم كنهضر معكم سبونطاني، قبلوا مني الهضره وصافي. دونك ضغطي على الجرس باش يوصلك الجديد ديالي ان شاء الله، وما تنساش لي اللايك والتعليق ديالكم كيهمني، تعليقكم كتهمني بزاف بزاف بزاف. دي فوا راه كنكون شي حاجه فلتت ليا ولا نسيتها كتكونوا قلتوها نتوما، يعني حنا كنكملوا بعضياتنا. دونك بالنسبه لسعاد الوقيته اللي طاحت الام ديالها، كانت سعاد فاس الناس اللي لاموها ودخلوا شنقول لكم واحد الهجوم كبير وقالوا لها انت كتساراي وامك طاحت. مهم خصكم تعرفوا ان في اليوتيوب ملي كنكونوا كنسجلوا فيديوهات كاين اللي كيحط نهار بنهارو وكاين اللي كيكون عنده ظروف بحال سعاد ما كيقدرش يحط نهار بنهارو. بحال سعاد فاش كانت مسافره لاكادير الاخ اللي هو الزوج ديالها غادي غير يعرفها مشات لاكادير شنو غيدير، نتوما غتعرفوا قبل ما نكمل الجمله. غيمشي لعند بنت خالتها غياخذ الوليدات غيديهم من عند السريعه يصوروا بهم ما بغاو وبداو يقولوا راهم مسخين راه سامحه فيهم راه خارجه راه هادي راه هادي، كيبقاو يستغلوا الدراري وغير كيصوروا بهم كيساليو منهم كيصيفطوهم للعكوزه، فهمتوني؟ يعني ماشي حتى كيعطوهم الحنان ولا كيتهلاو فيهم ولا لا، دوك الوليدات مديورين غير للتصويع وكيبقاو يبينوا على انها سامحه فيهم ومهلياش فيهم وهادي وهادي. ولكن سعاد كانت في اكادير الخدمه، يعني ما مشاتش هكاك فابور، لا كانت عندها مسكينه خدمه الله يعاونها على وليداتها. كان عندها الخدمه راه هاد هاد اليوتيوب هذا راه من غير ان عندها قناه في اليوتيوب راه كدير الاشهار المهم كتخدم على راسها، لان كما كتعرفوا سعاد عندها يد وحده خدامه على وليداتها وخدامه على راسها ويمكن كتساعد حتى والديها، يعني في ما مدينه في ما كانت غادي تمشي تنتقل على ود الخدمه ماشي على ود المساريه كما بغاو يقولوا شي ناس. وكون سعاد علنات حطات الفيديوهات نهار بنهارهم كان غيمشي يصور بهم وغادي يديروا لها حاله وهي غتمشي تخدم وغتبقى مرونه وما غتخدمش على خاطرها. داكشي علاش سعاد كانت مسجله فيديوهات وحتى قربت تهبط من اكادير، تقربت نهار اللي غتهبط من اكادير عاد حطات الفيديوهات، سمحوا لي عاد حطات الفيديوهات على هذا السبب هذا، لان الاب كيبغي يتاجر بولادو راكم شفتوه ما كيزقل حتى شي فيديو غتكون فيه التجاره، يعني كيتاجر بابسط الاشياء ومشي ابسط الاشياء اشوه الاشياء، يعني كاين شي حوايج حشومه يخرجهم وكيخرجهم. علاش؟ لانه كيهمو البوز كيهمو المشاهدات كيهمو الفلوس وما كيهموش الوليدات ولا المراه ولا العائله ولا داكشي، هذاك المبدا ديالو دبر راسو شغلو هذاك. حتى انا بغيت نقول لكم ان سعاد كانت رجعت من اكادير الجمعه ولا السبت والله ما عقلت، والام ديالها مسكينه الله يشافيها من هنا طاحت لحد، وسعاد كانت وقامت بالواجب وكان عندها مشاكل عتي كانت الطوموبيله ديالها خسرات تهرست لها الزاجه وكل شيء، ومع ذلك كانت مع الام ديالها، وراه الام ديالها راه يمكنش تصور لكم معها وهي يلاه طيحه، راه خلاتها صحات واحد شويه وبدات كتشافى وقدات تهضر عاد صورت معها. دونك بلا ما تبقاو تسوءوا الظن وتبقاو تقولوا زعما راها سافرات وخلات الام ديالها وسمحت في ولادها وراه غير مسافره وهي راه خديعه، لا ما دايعاش كتخدم على ولادها. داكشي اللي هو كيدير البيتوتي هو البيتوتي وقالت في الدار شنو كيدير؟ كيخدم بسعاد، كيضرب في سعاد يخدم بسعاد يعير سعاد يتاجر بسعاد يكلاشي سعاد باش يطلع الفيديوهات. هي لا كتسافر كتضرب تماره، يعني باش تمشي من فاس لاكادير باش تخدمي على ولادك، راه كي تبارك الله عليها مراه حره ولا لا. دونك هي مشات على ود الخدمه فهمتوني، يعني ملي تشوفوها كديبلاصا هنا ولا لهي عرفوا راه القضيه فيها الخدمه وهي يدوها بوحده، المهم بلا ما نكون بلا ما يبقى يكون التكرار. دونك وضحت لكم هذه القضيه هذه، واكيد الناس المحبين ديال سعاد غيكونوا فاهمين هذا الشيء هذا. حنا كنهضروا على ديك الفئه اللي كيدخلوا كيبغيو يشوشروا عليها ويبغيو يشوهوا السمعه ديالها،
يعني كاين اللي بغى يقول راه كيف ما قالت لاكوزه مشات للشعوذه، كل واحد وشنو كيبغي يقول. لا لا لا، داكشي غير يكونوا منه هانيين. سعاد ما كتلتجأ لا للشعوذه لا سحر لا والو، وسعاد ماشي انسانه اللي خارجه الطريق. يعني حنا راه كنبقاو معاه في التليفون انا وبزاف ديال الناس، تحيه اليوم من هنا، والاخت مريم حبيبه ديالنا حتى هي. يا مريم راه اختي وقريبا نقول لكم اكثر من اختي. مهم سو مريم وحنايا، وهي اصلا بلا بينا حنايا هي راه حاضره صبراصه. بغيت نقول لكم زعما حنا متقربين منها وكنعرفوا الخطوات ديالها. كانت مسكينه مشات تخدم على راسها باش تحسن من المستوى المعيشي ديالها. يعني بغات حتى هي ما كرهاتش تاخذ، كيف ما كتقولوا البنات بزاف قولي لها تاخذ دار، راه ما كرهاتش، راه عندها كريديات، هي بغات تاخذ دويره يكونوا فيها لي شومبر زوينين لوليداتها وتفرشهم على ذوقها وتريح وليداتها وتاخذ، ما تكرهش هي بزاف ديال الحوايج ما تكرهمش. راكم عارفين ملي كتكوني وحده والمراه خدامه بوحدها راه الله يحسن العوان. هذا هو اللي كاين بالنسبه لهذا الموضوع. هذا بالنسبه للموضوع قبيله شفتو ديال العجوزه كتبكي على حساب ولدها والسريعه ودوك الفيديوهات ديال السريعه. المهم بالنسبه للعجوزه حنا نقولوا اللهم لا شماته، الله يجعل ربي يصوب لهم. انا بقيت فيا صراحه انا نقول لكم الحقيقه، واخا هما جالسين تما كيتباكاو، هما كنتو كتعيروا سعاد بكا، كنتو كتهينوا سعاد. سعاد هي الحمد لله ربي نصفها، الله كاين. شوفوا ملي الله سبحانه وتعالى هو اللي يسير هذا الكون، خصنا نطمئنوا والله، خصنا نرتاحوا ونطمئنوا. كون كانت حياتنا بيد العبد، كون راه العبد راه يحيد لك الاكسجين، راه يقتلك. ولكن الله سبحانه وتعالى مهما يسيئوا لك، مهما يحفروا لك، مهما يديروا لك، ما يديروا، ربي كيشوف كيهزك بحال هكا وكيحطك في بلاصتك. ما دمتي ما كتأذي الناس، ما كتدي لهم ديالهم، ما كتأذيهم ما والو، خلي كل واحد ربي غيخلصو. مهم عكوزه قلت لكم انا بالنسبه لي انا شخصيا تعرفت معها بقات فيه لانها ام. الله يجعل ربي يدير لهم شي توبيد الخير. القصه ديالهم انا ما نقدرش ندخل فيها ولا نقول ولا نهضر ولا، كل واحد المبادئ ديالو. انا هذا المبدا ديالي وكنحترم المبدا ديالي، كنحترم حتى المبدا ديالي ماشي المبادئ ديال الناس. ما نقدرش نعبر ولا نقول ولا. الله يجعل زعما الله سبحانه وتعالى يلقاو حل باش ديك البنيته ما تضررش، لانها قاصر بقات فيا حتى هي البنت وتعاطفت معها. وفي نفس الوقت انا ما غنتعاطفش مع المفرقع اللي قال لنا الله ينعل لكم الوالدين، هذاك ما غنتعاطفش معاه لانه حلوف كبير قليل الاداب. شحال من مره قال لنا الاداب. انا غنتعاطف مع الام، الام بقات فيا. ونقول لكم واحد السر، ملي بكات بكيت بقات فيا. الله يسمح لنا من الوالدين، وكيديروها الاولاد وكيمشيو فيها الوالدين. وديك البنيته القاصر الهلي ضرها حتى هيايا، ما نبغيش ليها المضره. وبالنسبه للقنوات اللي بقاو كيبغيو يحاولوا يشوفوا لهم الصوره ديالهم، القنوات اللي هضروا في هذا الشيء، هذا الناس مبادئ كل المبدا ديالو، ويا ريت نحترموا الاختلاف، كل واحد والافكار ديالو، كل واحد والمبادئ ديالو، كل واحد وكيفاش داير. يعني دوك الناس الا كيقول لك لا وخصو ياخذ القانون مجراه وخص العقوبات وقاصر وهذه، انا كنحترمهم، كنحترم الراي ديالهم. بالنسبه عاوتاني شي قنوات اخرين حتى هما خصهم يحترموا الراي ديالي، انني انا كنقول انا تعاطفت مع الام، اكيد غنتعاطف حتى مع الام ديال بنيتها. انا حيت شفت الام ديال الحلوف المفرقع كتبكي بقات فيا صراحه، والله ما بغيتاش ليها. كنقول لدرجه كنقول يا ربي يكون هادشي غير بوز ولا حلم ولا. مهم الله يجمع ليهم، الله يصوب ليهم، وياكم 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 تاديو بعضياتكم. اللي اداك قول الله كاين خليه، وربي كياخذ الجزاء ديال كل واحد. ربي ما كيخلي حتى شي واحد مظلوم، وما كيخلي حتى شي واحد بضيمو، والله سبحانه وتعالى قادر انه ياخذ لك حقك. الا اداك شي واحد سواء كياديك هكا بالمباشر او بالغير مباشر، لما فيه التخلويض او السحر او الشعوذه او هذه وهذه، وكلي امرك لله اختي اللي كتفرجي فيها، وقولي الله كبير وغادي ياخذ حقي، وكوني على يقين الله سبحانه وتعالى غينصفك وغياخذ لك حقك، وكل واحد غادي ياخذ الجزاء ديالو وصافي. هذا اللي غنقول لكم، ما تاخذوش حقكم بيديكم، خليو الله سبحانه وتعالى هو ياخذ الحق، لان غياخذو بطريقه. واخا تبغي انت تاخذي حقك بيدك، ما كتكونيش بحال الله سبحانه. هذه نصيحه لكم من عند الاخت سهام، من عند اختكم وحبيبتكم وحبابي نتوما. وغنقول لكم شكرا لكم، والتعاليق الزوينه ديالكم والمحبه ديالكم، كنحمق عليكم
الناس اللي قلتوا لي لا ما يرميش الكتوبه راه غير دي فوا كنكون كنزرف في الهضره وقلت لكم يرمي الكتوبه. انا قصدت ترمي لي كارطابل ماشي الكتوبه. وحتى لي كارطابل صراحه نصدقهم علاش غادي ترميهم؟ لان اي ام من حقها تشوف وليداتها تشل لهم داكشي اللي بغاتو هي بذوقها وتشوف اولادها يختاروا بذوقهم ماشي تختار لهم مرت باهم. دابا انت ملي بغيتي دير دور الاب ديتي مرتك تختار لولادك. واو اش غنقول لك الهضره معاك كتسالى التفكير ديالك ما عرفتش يمكن انت معزول في شي كوكب بوحدك التفكير ديالك بوحدو او الحب ديالك السريع لحقاش طلعت لك الادسنس خلاك انك تولي تفكر بطريقه بوحدها. احبابي بالنسبه للماسك ديال الشعر قلت لكم غنحطو البارح وما حطيتوش سمحوا لي بزاف 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 انا غنحطو لكم قبيله دوشتو وطلقتو ودابا ها هو نشوفو كنسجل لكم هذا الفيديو. غنقول لكم شكرا لكم والمحبه ديالكم وكنحمق عليكم فيديو جاي ان شاء الله.